طابت اوقاتكم اينما كنتم، ارحب بكم مجددا الان وحياكم الله. وسنبدا مشوارنا اليومي في متداول، متابعه اخرى ورصد اخر لاهم واخر الفيديوهات الرائجه والمتداوله على منصات التواصل الاجتماعي. بالتاكيد سنتعرف على تلك الاحداث والقصص الرائجه وعلى ردود الافعال التي خلفتها، لكن دعوني اعرفكم بعناوينها الان. إيناس طالب ترفع 3 دعاوى قضائية في بريطانيا وتطالب بالتعويض. طلبة الموصل يجمعون 182 مليون دينار لمساعدة مصاب بالسرطان. أمريكي يذهب إلى كربلاء ويزور مرقد الإمام الحسين. وصاعقة تتسبب بحريق هائل في كوبا وتخلف قتلى وجرحى. يشتهر العراق بأصناف مختلفة ولذيذة من الحلويات ولها تسميات عديدة، بعضها تبط بالنساء كخدود الست وزنود الست. وحديثنا اليوم عن زنود الست التي جربها رحالة أمريكي اسمه دوك بارنارد الذي جاء إلى العراق. هذا هو دوك بارنارد، جاء ليكتشف جوانب عديدة تخص الحضارة والثقافة والتراث والموروث الشعبي العراقي، ومن ضمنها هذه الأطعمة وكذلك الحلويات، فيجربها ويسجل انطباعه ويشارك ذلك مع متابعيه على انستغرام ويوتيوب. فكيف ستكون ردود أفعال من جربوها ومنهم هذا الرحال الأمريكي؟ كيف علق على تناوله زنود الست ولأول مرة في حياته عندما تذوقها؟ لنتابع مقطع الفيديو الرائج على منصات التواصل الاجتماعي. Okay, so this is his snood. Let's try one. His snood. Snood is it. Oh, snood is it. Okay. Let's give it a try. I don't know what it is. It has some pistachio in there. Oh, I rub it on my feet. So it's like a fried pastry with custard inside. It's hot and sugar and pistachio. Very good. Okay, so this is his snood. Let's try one. His snood. Snood is it. It's new to see. Okay, let's give it a try. I don't know what it is. It has some pistachio in there. Oh, I rub it on my feet. So it's like a fried pastry with custard inside. It's hot and sugar and pistachio. Very good. Okay, so this is his snoot. Let's try one. His snoot. It's new to see. Okay, let's give it a try. I don't know what it is. It has some pistachio in there. دوك بارنارد لم يكتفي برحلته إلى العراق بالتعرف على العادات الغذائية والأطعمة والحلويات، بل ذهب إلى محافظة كربلاء وزار مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وكانت هذه الزيارة في سبتمبر عام 2021، حيث عبر في وقتها عن دهشته وإعجابه بما رأى. لنتابع. Massive, huge storage counter. At its peak, this pilgrimage sometimes attracts up to 25 million people at the same time. So they have to be good at handling crowds here. Unbelievable. I don't think I've ever seen anything this intricate. I mean, this is one of the most beautiful places I've ever been. It's unbelievable. Just look at the ceiling. Oh my goodness. في المقابل، أحدثت هذه الزيارة لهذا الرحال الأمريكي ردود أفعال وتعليقات كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. والبداية مع تعليق لكارناس حما كريم، يقول في تعليقه كارناس: العراق انفتح على العالم وبدأ يستقطب السياح الأجانب، وهذا إلى دور كبير في تعريف العالم بالعراق وثقافته ومناطق الدينية وكذلك الأثرية والسياحية. المفروض الدولة تقدم لهم كل التسهيلات، لأن هذا يعتبر دعاية ودعم مجاني لتعريف العالم بأشياء ما يعرفوها عن العراق. رحيم حسين قال في تعليقه: في هذه الأيام المباركة في عاشوراء نطالب الحكومة شوية يهتمون بالشعب شوية، مو هواية، لأن كتلنا الحر وهسه النوب ويا الحر. هذا الأمريكي ياكل زنود الست، هذا من يرجع راح ينقلب عراقي بعد، والجوهر في العراق مو مثل البهرجة الإعلامية. تعليق آخر من لما رشيد تقول: يبقى العراق رغم كل مشاكله وأزماته بلد رائع.
مليء بالأسرار والتاريخ والفن والثقافة والتعدد والطوائف، إش قدروا يفرقونا بس ما قدروا، لأن إحنا جذورنا قوية. أما زنود الست فهي من أطيب الحلويات على قلبي. تعليق من علي حسن. علي حسن يقول: أنا عايش بالغربة وصار أكثر من 5 سنين ما ماكل زنود الست، قلبي وجعني من شفت الفيديو وش قد ما أشتريها من ناس يسووها بس ما تطلع مثل اللي بالعراق، ما أعرف ليش بيها نكهة خاصة بريحة وطيبة العراقيين. هناك أيضا مداخلة من سلوان يقول: أنا عرفة ومتابعة، هذا رهيب، حتى السمك المزقوف هم أكل، والشاي المهيل وقمر العرب والعسل. هو وأهله إجوا للعراق قبل سنة، وبصراحة إحنا نحتاج إلى نقل صورة حلوة عن العراق، لأن الإعلام وصل رسالة غير الحقيقة، أكو جوانب حلوة لازم منعوفها. طبيب عراقي عرف بسجالاته وجرأته وصوتها الذي يصدح به عاليا لإقناع خصومه أو أقرانه في المجال الطبي، إلى جانب مناظراته المتلفزة أمام المختصمين والرأي العام، حيث ذيع صيته أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد خلال أزمة كورونا، فكان أشد المعارضين للقاح المضاد، مؤكدا أن كورونا هي مجرد لعبة لا أكثر، لا وجود لكورونا. وبعيدا عن كل الذي ذكرناه، خرج هذا الطبيب العراقي وهو خبير المناعة في مقطع فيديو مصور صدم به جمهوره ومتابعيه، وهذه المرة لا يتحدث بشيء علمي، ليس عن اللقاح أو عن دراسة أو نظرية مؤامرة، بل عن مشكلة عائلية حدثت معه تحدث عنها. هل يعقل ذلك؟ ولماذا صور ما حصل معه وسرب مقطع الفيديو إلى الرأي العام وإلى السوشيال ميديا؟ عموماً لنتابع مقطع الفيديو وما حصل مع هذا الطبيب في موقف لا يحسد عليه ما يمر به. السلام عليكم. هاي اليوم 2/8، ما انتبهت التاريخ، أو 3/8. هاي أنا قدام باب بيتي، هذا باب بيتي، خابر الشرطة عندي، خابر الشرطة عندي، خابر أعلم بخير شركة بي خابر يا عاقل. هاي بيتي، هذا باب بيتي، هذا الباب مقفولة، هاي مرتي ورا الباب، بتقبل تفتحها؟ تفضلوا، هاي الباب بتقبل تفتحها؟ شوفوا، وهاي الجنطة وغراضي، هسه راح أحفر لكم الكاميرا عليها. هاي الجنطة وهاي غراضي مشمورة بالباب. هاي الجنطة وهاي غراضي مشمولة بالباب. وهاي النعال شنو؟ هاي شنو الحذاء مالي؟ فردة حاطيها بعلاقة وفردة بدون علاقة، ما أعرف شنو معناها. شنو معناها؟ ما أعرف شنو، وقعت من الباب، شو بفهمني يعني هاي؟ ما أعرف شنو معناها. هاي الجنطة هاي غراضي مشمولة بالباب. زين؟ مستقوية بأخوها ضابط الأمن. والله دولة رجل الأمن يخرق الأمن ويخرب بيت عائلة، هيج دولة، سجلوها يمكم يلا، ودازة عليه الشرطة، يلا انتظر الشرطة، وين الشرطة خاتجيج؟ إذن هذا الطبيب طرد خارج منزله في وضح النهار وتحت لهيب الشمس الساطعة، وبحسب ما قاله أن زوجته تتقاوى بشقيقها الذي يعمل ضابطا في الأمن، وهذا كان أحد الأسباب التي جعلها تسيطر عليه ودفعته أو دفعتها لطرده إلى خارج منزله. طبعا نحن تحفظنا على وجه الطبيب واسمه كذلك، بالإضافة إلى ما جاء على لسانه من شتائم واتهامات، احتراما له أولا وللمشاهد ثانيا، وأيضا هناك ربما تكون أطراف أخرى بهذه القضية. الفيديو ما أن قام بتوثيقه الطبيب ونشره عبر منصات التواصل حتى أثار الصدمة والجدال والتهكم والشكوك الكثيرة من ردود الأفعال الغاضبة. هناك من وجه توبيخا لخبير المناعة، كيف له أن يفضح سره أمام الملأ؟ وهناك آخر ذهب إلى احتمالية أن ما قام به الدكتور ليس في وعيه. وحول الفيديو المتداول اخترنا لكم أيضا ردود أفعال وتعليقات، وهنا تعليق لتقى محمد تقول: تقى في تعليقها لا حول
ولا قوة إلا بالله. يعني إنسان بهذا العمر وشهادة عليا وهيك يتصرفون وياه شيء يقهر والله. أكيد البيوت أسرار، بس خطية تطرديه بالشارع ليش؟ على الأقل خلي حرمة لعشرتكم ويبقى رجال البيت وسنده. تعليق من مهند يقول: مهند مسكين واضح عنده مشكلة، الله يساعد أهله وزوجته، بس عمي صدق كذب، مو أنت دكتور وتعبان على نفسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هسه يبرد الجو بعد يومين وتنحل مشكلتك إن شاء الله. تعليق من شهد تقول: مرته ما تقبل دخل للبيت إلا يأخذ اللقاح حقه، والله تطردك برا إذا متعارك وياها ومنزلن بث مباشر، معقولة؟ تعليق من سارة علي تقول: يا أخي استر على نفسك وبيتك وحل المشاكل العائلية بينك وبينهم، ماكو داعي للفضايح قدام العالم، روح حل مشاكلك العائلية بعيدا عن السوشيال ميديا، الناس ما راح تساعدك بشي، مجرد تشهير بيك مو أكثر. دي الله استفاديت. عراقيون يطالبون مجلة عالمية ناطقة باللغة الإنجليزية بالاعتذار من فنانة عراقية، السبب هي الفنانة العراقية ومقدمة البرامج الحوارية إيناس طالب. غضب وجدل واستياء تحول إلى قضية رأي عام منذ اليومين الماضيين، ولا يزال الاتهام لتلك المجلة البريطانية The Economist بالإساءة للنساء العراقيات والفنانة بوجه خاص. الحكومة بدأت بعد أن نشرت المجلة تقريرا تتحدث فيه عن ازدياد السمنة بالشرق الأوسط بين النساء بخمسة أضعاف عن الرجال، والمشكلة ليست هنا بل في وضع المجلة واسمها The Economist. وضعت صورة الفنانة إيناس طالب على التقرير كنموذج عن المرأة السمينة، وهذا أثار استفزاز العراقيين وقامت الدنيا لم تقعد. صورة إيناس طالب بهذا الشكل والتي يبدو أنها التقطت في مهرجان بابل آنذاك اعتبرها العراقيون بأن نشرها إساءة للفنانة، وهذا تنمر بحق المرأة العراقية والعربية بشكل عام. كما طالبوا القائمين على المجلة ومن أرفق تلك الصورة بالاعتذار ورد الاعتبار وحذفها على الفور. الغريب أن رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية كينث روث علق على التقرير من وجهة نظره، لكنه سكت عن الضجة التي أحدثتها صورة الفنانة إيناس طالب في التقرير وكأن شيئا لم يكن، وهذا ما أزعج العراقيين وأثار حفيظتهم. الوسط الفني ومنظمات حقوقية ومعنية بشؤون المرأة استنكرت ما حدث، أما الفنانة إيناس طالب فقد قامت برفع 3 دعوى قضائية في محاكم بريطانيا بحق المجلة، من بينها دعوى إرفاق صورتها والتلاعب بها عن طريق برنامج الفوتوشوب وتشويهها، وطالبتهم بتعويض مالي بفعل الضرر النفسي الذي تعرضت له، وحملتهم مسؤولية انتهاك حقوق المرأة. كما دعت الفنانة الأوساط العراقية للتضامن معها وعدم السكوت عما حدث حول تلك الصورة التي قالت أنه تم التلاعب بها ببرنامج الفوتوشوب. على العموم هناك تعليقات وردود أفعال جاءت على خلفية تداول هذه الصورة التي أثارت الجدل أمامكم، هذه الصورة وهذه المجلة، وهنا حصل الاعتراض من قبل الجماهير العراقية ومن قبل الفنانة الشهيرة إيناس طالب. عموما لنقرأ لكم ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت على هذه القصة ولنتابع كيف كانت تلك الآراء. هنا تعليق لغسق تقول: غسق في تعليقها تنمر ولا يجوز شرعا، لا صاحب المجلة ولا دولتك بكبرها توصل الظفر من أظافر العراقية، عيب عليكم تفكرون بالمرأة كجسد وليس كعقل، وهاي عود انتم متحررين قبل ما تحطون صورة إيناس. كان سويتوا سيرش بسيط وشوفوا إنجازاتها، عفتوا كل شيء وباوعتوا على. عموما هناك أيضا تعليق آخر من صهيب العاني يقول في تعليقه: مع كامل احترامي للنساء الإسمان، بس على رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية الاعتذار لنساء العرب عامة والعراق خاصة وطرده من منصبه لكونه أرفق صورة الإعلامية والفنانة الجميلة إيناس طالب وهي
وهاي ما يلبس عليها عقال. لا والله، هناك أيضا مداخلة والتعليق من نبراس محمد: هي الدول الأجنبية شو أكثرهم الناس العاديين يعلنون أو يعانون من السمنة، خلي يسوون دراسة على روحهم. تعليق من كينروث في تعليقه من يوسف جميل. يوسف جميل يقول في تعليقه: نستنكر منك كينروث وضع صورة أحد رائدات الفن العراقي والعربي، الإنسانة اللطيفة والمحبوبة إيناس طالب، كما أن كلامك ليس صحيحا. فقط النساء العربيات، فهناك نساء من كل دول العالم تعاني من السمنة. تعليق من نسرين تقول: نسرين عافية إيناس، لا تسكتين، طالبي بتعويض واستمري برفع الدعاوى القضائية وحاسبيهم حتى لو كان مو مشوهين صورتك بفوتوشوب، هاي حقيقتك ما لهم دخل، كل إنسان حر بجسمه، هاي أم وولدت وجابت، فعادي الكرش، فتصرفهم عيب وإساءة وتنمر ومرفوض. هاشتاج كلنا مع إيناس. بعد معرفتهم بوضعه الصحي الحرج على أثر إصابته بمرض خبيث أنهك جسده وجعله متعبا لا يقدر على الحركة، هنا قرر رفاقه بمساندة ودعم لهذا المريض من داخل الجامعة بضرورة المساعدة بالمال بعد أن عجز عن البدء بمرحلة العلاج بأبهض الأثمان والتي تقدر بحوالي 90 مليون دينار عراقي، ولا بد أن تكون تلك العملية خارج العراق حصرا، مبلغ ضخم جدا. الطالب المصاب وعائلته عجزوا عن توفير المال اللازم واستحصاله بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، فيا ترى هل ستتمكن جامعته جامعة الموصل ورفاقه من جمع المبلغ المطلوب؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن في مقطع الفيديو المصور. الحمد لله والشكر بسواعد أبطال طلبة جامعة الموصل وبرعاية من اتحاد طلبة جامعة الموصل، تم جمع مبلغ قدره 182 مليون دينار عراقي بمدة لا تتجاوز 8 أيام. الحمد لله والشكر، هذول الأبطال هم الحقيقيين اللي نزلوا على مدار 8 أيام كاملة إلى الشارع، ما استنكفوا من الأمر، ما استنكفوا من الموضوع، نزلوا وجمعوا، شالوا علاليك، شالوا لافتات إلى آخره، وجمعوا المبلغ الحمد لله والشكر. وإن شاء الله زميلنا أحمد الطالب في كلية الهندسة قسم المدني راح يسافر الأسبوع المقبل وإن شاء الله يعمل العملية ويرجع بخير وسلامة. تحياتي. في غضون 8 أيام فقط تمكن هؤلاء الشبان من جمع مبلغ قدره 182 مليون دينار عراقي، أي أن المبلغ الذي تم جمعه فاق المبلغ المطلوب الذي كان 90 مليون دينار فقط لهذا الطالب، واسمه أحمد وهو مصاب بالسرطان وبحاجة لعملية زراعة نخاع العظم. موقف إنساني يحسب لكل من تطوع وساعد بجمع هذا المبلغ المالي لإنقاذ الطالب وهو أحد طلبة كلية الهندسة، وبفضل الله استلم المال ويستعد للسفر الأسبوع المقبل لإجراء العملية الجراحية. أما المبالغ المتبقية فسيتم توزيعها لوجه الله لحالات أخرى وممكن أن تكون مشابهة. ردود أفعال، كومنتات، تعليقات، آراء كثير جاءت على هذه المبادرة التي أصبحت حدثاً متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت إعجاب الملايين من العراقيين. سنقرأ عليكم تلك التعليقات ونبدأها مع تعليق لفهد محمد. يقول فهد في تعليقه: هذا واجبنا وهذا أقل شيء نقدمه لزميلنا وأخونا أحمد، يستاهل الحمد لله. على كل حال تم جمع المبلغ، شكر خاص إلى كل من حضر معنا وساهم بالتبرع. هاشتاج
جيش الإنسانية. تعليق من رنا زكريا تقول: هؤلاء هم بعض شباب محافظة نينوى الذين صمدوا لمدة أسبوع كامل يوميا في الشارع وفي الجوامع ويتحملون حرارة الجو من أجل إنقاذ حياة إنسان، والحمد لله كان المبلغ أكثر من المتوقع، ضعف المتوقع بإذن الله، والشفاء العاجل للأخ المريض. هناك أيضا مداخلة وتعليق، هذه المرة من مقداد الغافل: خلوا شغلكم لله، لا تجاهرون به حتى أجركم بالآخرة، مو عافية وشهرة بالدنيا، هاشتاج إنقاذ حياة إنسان. هناك أيضا تعليق ومداخلة من أناقة امرأة: ما شاء الله والنعم من أهل الغيرة والنخوة الموصلية، وفي ميزان حسناتكم أنتوا اللي تبرع، وإن شاء الله يسوي المريض عملية ويرجع بخير وسلامة، هذول أهل الموصل وأهل العراق، نخوة وشهامة وغيرة وما قصرتوا. ملف الطاقة في العراق في ذروته وفي ذروة أزمته مع الانفجار المهول بسبب الأحمال الزائدة للمنظومة، والذي حدث في إحدى محطات كهرباء البصرة الغازية أدخلها في حالة انطفاء تام، ما أدى إلى خروج أحد محطات كهرباء البصرة عن العمل، فضلا عن المحافظات التي تزودها بالطاقة الكهربائية ذي قار وميسان، بسبب عارض في خطوط الضغط الفائق، ولم تستفق البصرة من الصدمة الأولى حتى حصل انفجار آخر في الوحدة التوليدية الخامسة في محطة خور الزبير، ما أدى لانهيار الطاقة الكهربائية لليوم الثالث على التوالي. محافظة البصرة تمر بهذا الوضع منذ أيام، ومحافظ البصرة أكد في تصريح خاص أن الحريق الجديد الذي حدث تمت معالجته وفصله عن المحطة الأساسية، وأكد على أنه تمت إعادة خطوط الضغط الفائق، والملاكات ما زالت مستنفرة بعد حادث الحريق الذي حصل في محطة الزبير الغازية في محاولة لاحتواء الأزمة في عز الصيف الساخن. الحريق شوفه ابو احمد اللي صار عزل الحريق، الشباب جاي يعيدون بيها بيت الساعه 7:30 بعض يقولون هالحريق نفسه مال البارحه، لا اليوم وصل الحريق. استاذ يقولون نفسه هو مو نفسه صحيح؟ اول البارحه ذاك البريكر بس اليوم مكتوب الحريق صار بالخور، بس الحمد لله سيطروا عليه وجاي يتعالج. يعني هسه تعالج الحمد لله؟ ان شاء الله للصبح يعيدون. الحمد ماكو شيء يعني جديد الحمد لله وان شاء الله. الكهرباء حديث الناس اليومي وشغلهم الشاغل، إذ امتلأت منصات التواصل بمقاطع فيديو توثق لحظات الحريق في محطة الكهرباء، أعقبها انطفاء تام للكهرباء، وكانت هناك ردود أفعال وتعليقات بل احتجاجات أيضا في الناصرية والبصرة، أيضا احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وهذا الحدث الأبرز الذي أقلق وأشغل العراقيين
الباحثين عن هواء بارد في هذه الحرارة الاستثنائية في هذا الشهر. ونبدأ تلك التعليقات مع محمد عبد الله. يقول في تعليقه محمد: هسه كهرباء البصرة تكفي البصرة وبيها فائض، اجيتوا وربطتوا الناصرية والعمارة وواصل، احترامي لكل المحافظات وعلى راسي، بس ما يصير هيك كل محافظة أسوي بها محطات وخلاص. تعليق آخر من هند آغا تقول في تعليقها: لا حول ولا قوة إلا بالله، عمي يا محافظ البصرة افصل الكهربائنا عن بقية المحافظات. عمي اللي يفتهم واللي عنده فلوس ما يبقى بالعراق. هسه أنا يفتهم بس ما عندي فلوس. تعليق من وليد صالح يقول: أويلي هسه الناس ينصهرون من الحرارة والرطوبة وكل يوم وكل صيف نفس المشكلة. الله يعين الناس البسطاء الفقراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله ينتقم من المقصرين. هناك أيضا مداخلة وتعليق هذه المرة من ليث. يقول ليث في تعليقه عن مشكلة أزمة الكهرباء في المحافظات الجنوبية ابتداء من البصرة، يقول ليث: يا سبب الأحمال، ليش هو الجو اللي بالبصرة ينحمل؟ والله ما ينحمل. وإذا بسبب الأحمال ميزانية البصرة بالمليارات، ما يعرف المحافظ يسوي تقوية لو بس يعرف البيت يسحب خط خاص ويقول لك المحافظ زين. والله يا الله. أيضا هذا تعليق آخر من علي حمدان يقول: علي والنوب من نايا الشرجي، واني منتظرها ترجع، عبالي برمجة على هذا الحار ننطي الوجه، الحياة السعيدة في العراق. هذه أيضا مداخلة من نزار مدلل يقول: أمس حسب تصريح نائب المحافظ حمولة البصرة كانت ضمن الطبيعي، والكل يعرف بالليل الحرارة أقل من الصبح، طيب ليش بنفس التوقيت يوميا جاي تنهار؟ بالمناسبة الشهر السابع هم كان برطوبة وهم كان بحرارة عالية، بس ما صار هيك، يردون يستخدمون الناس لغرض سياسي. أسفر حريق هائل في مستودع نفط أصابته صاعقة في ضاحية ماتنزاس شرق العاصمة الكوبية هافانا، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 121 آخرين وفقدان 17 شخصا من رجال الإطفاء الذين كانوا في المنطقة الأقرب إلى الحريق. تم إجلاء نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة، هناك 5 جرحى حالتهم حرجة فضلا عن وجود 28 إصابة خطيرة، وفقا لحصيلة نشرها حساب الرئاسة الكوبية على مواقع التواصل الاجتماعي. اندلع الحريق يوم الجمعة الماضي عندما ضربت صاعقة ضربت إحدى الخزانات في مستودع النفط، وفي الصباح الباكر امتد الحريق إلى خزان ثاني. حريق مهول وكبير، عملت فرق الإنقاذ والإطفاء لتدارك أن تتسع رقعة النار والحريق. لنتابع مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. Mira aquello, loco. Gracias.
تلقت كوبا عروض مساعدة من دول عدة بعد أن طلبت الحصول على مؤازرة للتعامل مع الحريق الهائل والذي أتى في وقت تواجه الجزيرة تقادم المحطات الثماني لتوليد الكهرباء الحرارية الضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب حرارة الصيف هناك، واضطرت السلطات إلى قطع الكهرباء لما يصل إلى 12 ساعة يوميا في مناطق معينة من البلاد، ما أثار غضب السكان الذين نظموا نحو 20 مظاهرة، في حين أسفر هذا الحريق الهائل ردود أفعال كثيرة فور انتشاره على منصات التواصل. اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات، نبدأها مع تعليق لكريم البصري. يقول في تعليقه كريم، ها هنا كريم سحلب يقول في تعليقه: هسه احنا ناقصين مشاكل اللي بينا مكفينا، النوب رايحين على كوبا وحريق بالمحطة مال تخزين النفط. يكمل كريم سحلب تعليقه فيقول: يجوز هذا عراقي المسؤول على الخزن وتالي هيك صاروا ياهم، لازم أكو بيها واحد فاسد يخرب السالفة. هنا أيضا تعليق آخر من أبو ناز يقول: صار يومين منايمين والله وكتلنا الحر وانصمطنا، النوب الماي ينقطع عبالك كلها تنام سوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. النوب تجي المولدة أفتح التلفزيون ألقى حريق بكوبا ومطفية عندهم الكهرباء وهمينا طالعين مظاهرة، هاي شلون ايش راح يفضها؟ أيضا مداخلة وتعليق من نبيل يقول: آني وين وكوبا وين؟ آني بالبصرة والكهرباء انهجمت علينا والأخبار تحكي على كوبا طفت عندهم الكهرباء، هسه يلا اللي يشوف مصيبة غيره مصيبته تهون عليه شوية، بس هم هم عندهم شرجي مثلنا؟ لا. تعليق آخر من رايات السلام يقول: عمت عيني عليك كوبا، طفت الكهرباء عندهم والعالم يعرضون مساعدة عليهم، شاوحنا شبينا ما حد يساعدنا، وكل صيف هذا حالنا وغرقانين بالظلمة بدون ماي بدون كهرباء. الله ينتقم منكم يا الفاسدين يلي تتعمدون ما تسووها الكهرباء. مداخلة وتعليق من ناصر يقول: شوف هم أول مرة صارت عندهم هالحالة وطلعوا مظاهرة وما تحملوا، وإحنا صار 20 سنة 20 سنة نفس الموضوع، وكل صيف ماكلين الحر وإذا تطلع تتظاهر يكتلوك هناية وهناية يكتلك الحر، هيجي هيج أنت ميت أو ميتين. هذا كان تعليق العراقيين على الحريق الهائل الذي حصل في كوبا، وكانت هذه معظم تلك التعليقات على تشابه انهيار المنظومة الكهربائية. على العموم وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج متداول، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد في مشوار آخر جديد وحلقة جديدة وقصص رائجة على منصات التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وعلى رأسهم الزميل المخرج محمد صفاء، إلى اللقاء.